موضوعنا اليوم إلغاء قانون الأمن الغذائي يعقد الانسداد، فهل مقترح المستقلين هو الحل؟ خلونا نشوف ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. خلال أزمة كورونا قال الرئيس الإيطالي حينها انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء. وفي تشكيل الحكومة العراقية غابت الحلول والانسداد السياسي وصل إلى حد التخمة، نفذت المبادرات وأغلقت الاجتماعات، أما زال الطريق مسدودا والمحكمة الاتحادية تضيق على البرلمان ذرعا بإلغاء قانون الأمن الغذائي بعد دعوى قدمها النائب باسم خشان. وكأن الحال صار إما أن تشكل حكومة وترسل الموازنة أو أن تعطوا الحكومة الحالية صلاحيات كاملة. أما في شكلها الحالي فحكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن ترسل قوانين تمكنها من التصرف المالي لمدة طويلة. وبهذا تضاف لسجل السياسة مشكلة أخرى، فهل يستطيع المستقلون فك الانسداد الحاصل من خلال مبادراتهم التي دعت الكتل السياسية إلى الانضمام إلى كتلة المستقلين دون اشتراطات مسبقة لاختيار رئيسا للوزراء مستقل وليس عليه أي شبهة فساد أو جدلية، وأن يتم اختيار رئيس الجمهورية وفقا للدستور؟ أما التيار الصدري فهو يجهز لخطوة قد يتخذها في المستقبل، هي إبقاء حكومة الكاظم عاما إضافيا واستبدال الوزراء بما يتناسب مع التحالف الثلاثي، وهذا ما رفضه زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي قائلا إن استجواب الوزراء وإقالتهم فيها مخالفة قانونية صريحة، لأنه ليس هو الذي صوت لهذه الحكومة ولا يحق لمجلس النواب سحب الثقة عنهم. لكن ما سرب من معلومات بأن الحلول لم تنتهي بعد، إذ يعتزم بعض قادة الإطار التنسيقي زيارة النجف وطرح مبادرة جديدة على السيد مقتدى الصدر للخروج من الأزمة، لكن لم يحدد موعدها. والمفاجأة في هذا الأمر هي وصول جعفر الصدر مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء إلى النجف، فهل يعني هذا أن التحالف الثلاثي وصل إلى تفاهمات لتشكيل الحكومة، أو أنه سيقلب الطاولة ويشكل الحكومة بمعزل عن الإطار ومن معه؟